بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ارسم البولي لاين. من دوكمنت اختار البولي لاين، هبدأ ارسم خط. لو انا عايز حاجة مستقيمة بدوس شيفت. بعد كده انا عايز ارسم ارك، اختار ارك. هو اخر نقطة انا كنت عاملها دي اول نقطة في القوس، اختار النقطة التانية بالشكل دوت. بعد كده اختار ان انا ارسم حسب التانجت، احدد اول نقطة وابدأ اتحرك بيها شوية، يبقى دي القوس بتاعي. بعد كده هحددها عن طريق 3 نقط، دي أول نقطة، دي تاني نقطة، دي تالت نقطة، وده القوس بتاعي. هنا هحددها حسب السنتر لاين، يعني هقول له ده السنتر لاين بتاعي. وبعد كده هبدأ أرسم القوس، وممكن أقول له ارجع لي ارسم لاين تاني. ولازم لما أختم بأول نقطة أنا بدأت بيها، ساعتها يبقى الشكل اتقفل معايا، او اختار ان انا ادوس مرتين في نفس النقطة، يبقى كده الشكل كامل معايا. تمام. طيب لو عايز احول الشكل ده لول، يبقى اختار من هنا وول، وهاجي اختار اداة الويند من ويندو، ممكن ازرها من باليت، اختار كنترول بوكس واختار الماجيك ويند، واعلم على البول لاين، الاقيه اتحول كله لحائط.